في إلى صحراء نجومية شئنا ما بينا، بس هي بتأسر وهي بتفسد، يعني هو فخ بصراحة. مع سنوم حداد وكريس بشار. ما بعرف إذا رح تزعجك المفردة، بتبين شوي قاسي. بدي أقول فشلت، ما فشلت، أسأت الاختيار. أنا بالنسبة لي حتى بالطلاق كنت محظوظة. شو رأيك بأعمال البان أرب؟ بصراحة مع غداً 10:00 بتوقيت السعودية على MBC 1.